طيب ايوه وفي رواية: من أعتق رقبة فك الله بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه من النار. وعن شعبة الكوفي قال: كنا عند أبي بردة ابن أبي موسى فقال: أي بني، ألا أحدثكم حديثا حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، ومن أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو منه عضوا منه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سئل رسول لا الله آخر شيء، وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، لا أعتق امرئا مسلما، وأي امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما فهو فكاكه من النار يجزئ بكل عظم منه عظما منه، وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار يجزئ بكل عظم منها عظما منها، وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاك كه من النار يجزئ بكل عظمتين من عظامه من بكل عظامهما عظمين بكل عظمين من عظامهما عظما منه. نعم. وعن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررتها من النار. وفي رواية: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار.